ننتقل طبعا مع مخرجنا إلى كشف طلب الأوائل التربية الخاصة للقسم العلمي في هذا العرض المستمر عبر تلفزيون دولة الكويت. العاشر 95.81 محمد طالب محمد كرم، مدرسة النور الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. وإلى المركز التاسع 96.12 ملاك هادي شريف علي، مدرسة الرجاء الثانوية التربية الخاصة للقسم الأدبي. وإلى المركز الثامن 96.61 منيرة سعد محمد العازمي، مدرسة الرجاء الثانوية في التربية الخاصة للقسم الأدبي. وإلى المركز السابع 96.64 ريم خالد جاعد القحص العنزي، مدرسة الرجاء الثانوية التربية الخاصة للقسم الأدبي. وإلى المركز السادس 96.72 أبرار عبد الرحمن كاظم الأستاذ، مدرسة النور الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. وإلى المركز الخامس 96.86 وضحة زاع فرح العدواني، مدرسة النور الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. إلى الرابع 97.58 ضحى حبيب بندر المطيري، مدرسة الرجاء الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. إلى المركز الثالث 97.74 عبد الله محمد يوسف جعفر، مدرسة الرجاء الثانوية في التربية الخاصة القسم الأدبي. إلى المركز الثاني 98.13% مي حمدي محمود حسن، مدرسة النور الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. إلى المركز الأول ما شاء الله 98.37 فالح عبد الله فالح حجلان، مدرسة النور الثانوية التربية الخاصة القسم الأدبي. معانا طبعا الآن فالح، ومعانا اتصالا إن شاء الله في هذه الكشف الخاص بالأوائل التربية الخاصة، معانا فالح عبد الله فالح حجلان. حياك الله معانا وألف مبروك، ومعاك معالي وزير التربية الدكتور علي المضاف. مساك الله بخير فالح، الله بالنور، الله يعطيك العافية. ألف مبروك على إنجازك، والله يوفقك إن شاء الله. الله يبارك فيك، ما تقصر يا معالي الوزير. الله يسلمك، وإن شاء الله تنطلق إلى بعد ما هذه المرحلة إن شاء الله في خياراتك اللي تختارها أنت إن شاء الله. بالتوفيق، ونهنيك على هذا الإنجاز. الله يخليك، شكرا على إتصالكم، والله يقدر. أقل ما نسويه إن نتصل ونبارك لك، بالعكس. الله يجزاك خير، والله نطيبكم، الله يعطيكم العافية. إحنا فرحانين بإنجازك، والله يوفقك إن شاء الله. الله يخليك، يعطيك العافية معالي الوزير. الله يسلمك يبا، الله يسلمك. ألف مبروك طبعا فالح، وأنتم كفو دائما بهذه النتائج، وعسى الله يوفقك. أيضا عندنا اتصال مع الوزير مي حمدي محمود، ألف مبروك يا مي، ومعاك معالي وزير التربية للتهنية الدكتور علي المضاف. الو مساء الخير مي. نبارك لك، ما ادري اذا تسمحيني، بس حبينا نبارك لك. مبروك على هذا الانجاز، والله يوفقك. ما شاء الله متفوقه بنتائج كبيره حققتيها. جزاك الله خير، والله الحمد لله وفقني. تعب أهلي وتعب مدرستي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإن شاء الله تنطلقين منها إلى مرحلة اختيارات مستقبلية تتوفقين فيها إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. ألف مبروك يا مي، وطبعا تهانينا للعائلة الكريمة، ودائما نفخر بإنجازات أخواننا وأخواتنا الطلبة، فمبروك للجميع.